هنا منفذ الوديعة وشريان الحياة المغذي بين اليمن والسعودية، الذي رفعت السلطات فيه حالة الجاهزية القصوى في مختلف أقسامه، وضعفت من معدل ساعات العمل لتصبح على مدار الساعة لاستيعاب ارتفاع حجم النشاط التجاري وتزايد أعداد المسافرين، بعد أن تسببت الحرب التي تعيشها البلاد في إغلاق المنافذ البرية الأخرى بين البلدين. المنفذ أصبح في الوقت الحالي يعمل فوق طاقته، يعني فوق الطاقة الاستيعابية له. الأعداد التي تم دخولها عبر المنفذ على شكل مسافرين تجاوز 16215 فرد. المسافرين هذولا الوصول من الجانب السعودي، ما بالك بالمغادرين في الربع الأول من العام تجاوز 30139 شخص. يعني وبالرغم من الجهود التي تبذلها سلطات المنفذ، إلا أنها تجد نفسها واقعة تحت ضغوطات عدة، فمع تزايد عدد الوافدين إليه من المغتربين خارج البلاد لقضاء إجازة العيد مع عائلاتهم، يستعد الآلاف من الحجاج اليمنيين للمرور من خلاله لأداء مناسك الحج لهذا العام، في ظل افتقاده لوجود بنية تحتية تساعد في استيعاب تلك الضغوطات. الجوازات التي قد دخلت إلى المملكة لاستكمال إجراءاتها بلغت حوالي 20,000 جواز، بمعنى أنه 20,000 حاج، أو هذا الكم الهائل من الحجاج يريد كذلك وقتا كبيرا جدا لاستيعاب الإجراءات، سواء كان الإجراءات في الجانب الجمركي أو كذلك الإجراءات في جانب الجوازات. ومع بدء تفويج أول دفعة منهم، يشكو الكثير من حجاج بيت الله وغالبيتهم من كبار السن اضطرارهم إلى الانتظار في المنفذ لأيام عدة وبأوضاع صعبة، دون إشعارهم بأسباب التأخر في منحهم الموافقة على التوجه صوب البيت الحرام. لنا في المنفذ، وصلنا إلى المنفذ لنا في حدود 15 يوم منتظرين التوجيهات، سواء من المنفذ اليمني أو من المنفذ السعودي. طبعا أخذنا الجوازات يوم قبل 10 أيام، وأوعدونا على أساس أنه قالوا يلا خلال 3 أيام جهزنا أمورنا وطلعنا لهنا، والآن منتظرين التوجيهات. ويبرر القائمون على العملية ذلك التأخير بالحديث عن انتظارهم الحصول على التأشيرات الموافقة للدخول إلى الأراضي المقدسة. ضغوط كبيرة تلك التي يتعرض لها شريان الحياة البرية الوحيد بين اليمن وجارته السعودية، خصوصا مع تزايد أعداد الزوار وتفويج حجاج بيت الله الحرام. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، منفذ الوديعة، الحدود اليمنية السعودية.